وفجأة عدت 25 25. دي كانت نمرة عربية 25 25. كانت نمرة عربيتها. فشو يعني صحراء جرداء لا زرعة فيها ولا ماء. فطلعنا شاورنا ورحيم معاه وقفت والنجمة وقفت يا إلا كنت هتدوسينا وقفت العربية وقفت وسألت سؤال غريب كده، انتوا عايزين حاجة؟ العربية الأربع كاوتش هشاهد الناس عليك أكمل انتوا عايزين حاجة؟ شكلنا باين يعني على الأقل 3 جنيه كل واحد يعني شوية مية. فمن قلنا لا فسابتنا ومشي سابتكم مشي جريت قلت لها طب قولي لأخويا بس إن هتأخر على التصوير شوية مشي رحنا بعدين سابتكم في وسط الصحراء ومشي حقيقي يعني. فرحنا بقى اللوريات واتبهدلنا رحنا بالليل قلت له محمد اخويا ما تشغلش الست دي معاك تاني خالص